أعزائنا المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية، وإليكم أبرز وأهم العناوين. رئيس الجمهورية يترأس الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء. بايدن يوقع خطته لتطوير البنى التحتية ويأمل رفع شعبيته المتراجعة. أهلا بكم. ترأس رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد إسماعيل عمر جيلي اليوم الثلاثاء في القصر الرئاسي الجلسة 16 لمجلس الوزراء. وناقشت الجلسة 4 مسائل قانونية، وكالمعتاد علق معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الناطق باسم الحكومة السيد محمود علي يوسف أبرز ما جاء في هذه الجلسة، نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. Sous la présidence du chef de l'État, son excellence monsieur Ismaïl Omar Guelleh, s'est tenue la 16e séance du Conseil des ministres en ce mardi 16 novembre 2021. وخلال الجلسة صادق مجلس الوزراء مشروع قانون يتعلق بتبني الحسابات المالية لمطار جيبوتي الدولي لعام 2019. تسجل الحسابات المالية لمطار جيبوتي الدولي لعام 2019 تكاليف بلغت نحو أكثر من مليارين فرنك جيبوتي، وحققت إنتاج وصل إلى أكثر من نحو 3 مليار فرنك جيبوتي. تتمثل هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى زيادة عدد المسافرين المغادرين من جيبوتي في عام 2019. بدأ المطار العمل على تمديد وتجديد المبنى الحالي. تم تصميم المبنى الجديد للمطار بهدف استيعاب أكثر من 1 مليون مسافر. سيسمح تحقيق هذه الاستثمارات للمطار بزيادة قدرته التشغيلية بهدف توسيع وتحسين بنيته التحتية. هذا وأبرمت إدارة مطار جيبوتي اتفاقية قرض مع البنك الإفريقي يقدر أكثر من 2 مليارين. وكما صادقت الجلسة على مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية مطار جيبوتي الدولي لعام 2022. تبلغ الميزانية التقديرية لمطار جيبوتي الدولي في الإنتاج نحو 2,573 مليون فرنك جيبوتي، وتصل التكاليف نحو 2,548 مليون فرنك جيبوتي، ووصل الناتج الصافي الإجمالي لمطار حنبلي الدولي نحو أكثر من 24 مليون فرنك جيبوتي، بينما وصلت الإيرادات مطار حنبلي الدولي إلى 128 مليون فرنك جيبوتي، بينما تصل الاستثمارات إلى أكثر من 90 مليون فرنك جيبوتي. وتجدر الإشارة إلى أن الأزمة الصحية أعاقت أنشطة الاقتصادية في قطاع النقل في العالم، وأن هذه الأزمة أثرت بشكل كبير في قطاع النقل الجيبوتي. تخطط إدارة مطار حنبلي بناء برج مراقبة جديدة وإصلاح المدرج، وأخيرا اقتناء سيارة إطفاء، مما يمكن المطار من الوفاء بمهمته وتلبية متطلبات سلامة الملاحة الجوية. المسألة الثالثة، صادق المجلس الوزراء صباح اليوم على الميزانية التقديرية لمؤسسة الكهرباء جيبوتي لعام 2022. تبلغ الميزانية التقديرية لمؤسسة الكهرباء جيبوتي لعام 2022 في الإنتاج أكثر من 30 مليار فرنك جيبوتي، وفي التكاليف أكثر من 29 مليار فرنك جيبوتي، ووصل الناتج الصافي الإجمالي لمؤسسة الكهرباء جيبوتي أكثر من 1 مليار فرنك، بينما تقدر تكاليف الاستثمارية كهرباء جيبوتي أكثر من 13 مليار. وتسعى إدارة مؤسسة الكهرباء جيبوتي إلى تطوير ميزانية لعام 2022 على خلفية تحسن طفيف في الأنشطة في أعقاب جائحة كوفيد 19.
وتتوقع إدارة كهرباء جيبوتي أن تنتج عام 2022 أكثر من 64 ميجاوات كجزء من العمليات المستثمرة وزيادة الإنتاج. وصادق مجلس الوزراء أيضا خلال الجلسة 16 برعاية الرئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جلي مشروع مرسوم يتعلق بتعيين السيدة نصرة حبيب إبراهيم مديرة عام لصندوق جيبوتي لتنمية الاقتصاد. قام وزير الاقتصادية والمالية المكلف بالصناعة ببلاغ مجلس الوزراء بشأن خريطة استثمار جيبوتي لأهداف تنمية مستدامة، وهي وثيقة تهدف إلى تقديم تحليل منهجي لفرص الاستثمار والتكامل الوطنية والإقليمية المرتبطة بتنمية المستدامة. وتعد منصة الاستثمار SDG التي طورتها وزارة الاقتصادية والمالية بتعاون مع مركز الإسطنبول الدولي لتطوير القطاع الخاص برنامج أمم متحدة الإنمائي، توفر البيانات والمعلومات والأفكار حول الفرص الأعمال والاستثمارات مع إمكانية المساهمة في التنمية المستدامة. تهدف خرائط الاستثمار أهداف التنمية المستدامة في جيبوتي التي تحدد مجالات فرص الاستثمار المتوافقة مع أولوية الوطنية واحتياجات أهداف التنمية المستدامة. قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني تقريرا حول مشاركته في المؤتمر عام 41 لليونسكو الذي عقد في الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر عام 2021 في باريس. من جهته قدم وزير الطاقة عن موارد الطبيعية تقريرا حول مشاركته في منتدى الأسبوع الدولي الرابع للطاقة الروسي والمؤتمر أسبوع البترول الإفريقي 27 الذي عقد في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر عام 2021 في موسكو، ومن 8 إلى 11 نوفمبر لعام 2021 في دبي. بدوره قدم وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات تقريرا يسلط الضوء حول مشاركته عبر الفيديو في الاجتماع 10 لمجلس إدارة سمارت أفريكا الذي انعقد في 10 نوفمبر لعام 2021. قدم الوزير المنتدب المكلف باللامركزية تقريرا هاما عن مشاركته في القمة الرقمية التي عقدت في الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر عام 2021 في نامور بلجيكا. بدورها قدمت وزيرة الدولة المكلفة بالاستثمارات وتنمية القطاع الخاص تقريرا هاما حول مشاركتها في النسخة الثانية من المنتدى العالمي للمرأة الذي عقد في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر عام 2021 في المغرب. ترأس معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق باسم الحكومة السيد محمود علي يوسف يوم أمس في فندق كامبسكي بلاس اجتماعا لتقييم أداء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جيبوتي ومناقشة السبل الكفيلة لتعزيز التعاون مع هذه الوكالة الأممية في المرحلة المقبلة. وجرت وقائع الاجتماع بحضور وزير الاقتصاد والمالية السيد إلياس موسى دوالي المكلف بالصناعة ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن السيدة ألوف إسماعيل عبدو، إضافة إلى عدد من أعضاء الحكومة. وركز هذا الاجتماع على عرض تقديمي لمشروع أهداف التنمية المستدامة المشتركة والإنجازات والصعوبات التي تمت مواجهتها. وخلال هذه المناقشات توصلت الجهات المعنية إلى إيجاد مقترح يهدف إلى تسريع التمويل الوطني المتكامل. في إطار جولتها التواصلية لمنطقة تجرة، توجهت وزيرة المرأة والأسرة السيدة منى عثمان أدم إلى ناحية الدقوم التابعة لإقليم تجرة للوقوف عن قرب حل الأوضاع المعيشية لأهالي الناحية. وحظيت الوزيرة منى عثمان أدم باستقبال حار وحفاوة بالغة من قبل والي المنطقة السيد حسن دابلي والنائب رئيس مجلس المحلي. وخلال اللقاء قامت الوزيرة بجولة تفقدية إلى مقر القرية الأطفال الدولية SOS حيث
اطلعت الوزيرة عن قرب على الخدمات التي تقدمها القرية لصالح أطفال المنطقة، كما تفقدت الوزيرة البنى التحتية المجتمعية المختلفة التي تتمتع بها هذه القرية، والتي من شأنها أن تحسن الظروف المعيشية لأطفال هذه الناحية. كما قامت الوزيرة بزيارة تفقدية إلى معرض يضم المنتجات اليدوية التي قمنا نساء هذه الناحية بتشكيلها. هذا وتلقت الوزيرة موضوع معلومات مفصلة حول هذه المنتجات التي تم إنتاجها من قبل أهالي منطقة تقوم، والتي من شأنها أن تحسن الظروف المعيشية لأهالي تلك المنطقة، وأن هذا المشروع يندرج في إطار مساعى الحكومة الرامية إلى محاربة الفقر والبطالة في أوساط النسوة في المناطق الداخلية الخمسة. وفي مداخلة لنائبة رئيسة جمعية دقوم، أشارت إلى أن هذه الزيارة تكتسي أهمية كبرى لأهالي المنطقة، مقدمة الشكر والعرفان لوزيرة المرأة والأسرة على زيارتها في منطقة الدقوم للوقوف عن قرب حول الأوضاع المعيشية لأهالي ناحية دقوم التابعة لإقليم تجرة. Tels que l'artisanat, la production du fromage, les jardins et la protection de l'environnement. من جهته أشار مسؤولو المنطقة إلى أهمية هذه الزيارة للوزيرة، وقال إن هذه الزيارة تكتسي أهمية كبرى للمنطقة، وقال أيضا إن هذه الزيارة تندرج في إطار الجولة التواصلية للوزيرة في المناطق الداخلية الخمسة، مقدما الشكر والعرفان للوزيرة على زيارتها للمنطقة. En multipliant les activités bénéficiaires, à savoir. لوزيرة المرأة والأسرة إلى المناطق الداخلية الخمسة للوقوف عن قرب حول الأوضاع المعيشية لأهالي المناطق الداخلية والقرى التابعة لها. من جهته أشار والي إقليم تجرة إلى أن هذه الزيارة لها طابع خاص، حيث أن وزيرة المرأة والأسرة تسعى للوقوف عن قرب حول الأوضاع المعيشية للمنطقة، وقدم الشكر والعرفان للوزيرة على هذه الزيارة التي من شأنها أن تعزز التضامن الشعبي في منطقة التجرة والقرى التابعة لها. Dont elle porte les secrets et les poids du sacrifice qui les marque tout en vie. Madame la ministre, vous avez une lourde responsabilité visant à améliorer les situations des femmes un peu partout à travers notre territoire soumises aux grands dilemmes de la vie. Que des chemins parcourus depuis l'accession de son Excellence le Président de la République à la magistrature suprême en 1999, des progrès énormes sont observés concernant la place de la femme sur différents sentiers où elle tient le haut du pavé. Parlant de cela, je ne passerai pas sans admettre que le prix de ces efforts revient évidemment au combat inlassable de la Première Dame, présidente de l'UNFD, qui s'est donnée corps et âme afin de hausser la statue de la femme djiboutienne, une dimension qu'elle a gagnée. La coopérative de Dugoum aura bientôt, Inch'Allah, sa voiture accordée par le président de la République lors de ses tournées dans les régions. وزيرة المرأة والأسرة السيدة منى عثمان آدم ألقت كلمة طافية استهلت بتقديم الشكر والعرفان لأهالي المنطقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظيت بها ولفد المرافق له. نتابع.
C'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être présent à Dougoum. إنني سعيدة للمشاركة اليوم والحضور هنا، وهذه تعد بالنسبة لي فرصة هامة لزيارة القرية وتعزيز عملية تمكين المرأة في هذه القرية، خاصة فيما يتعلق بإنتاج الجبنة في قرية دقوم. إن قرية دقوم هي كغيرها من القرى قرية مثالية، وأكدت ذلك وقدرتها عبر نشاطها التنموي، خاصة عندما يتعلق الأمر بتعزيز البرامج التنموية بما يفيد مصالح المواطنين القاطنين في هذه القرية. وإن النسوة القاطنات في ناحية دقوم لهن أيضا دورا هاما في تعزيز التنمية المحلية، ونحن كمسؤولين لدى وزارة المرأة والأسرة لن ندخر جهدا في مرافقة ودعم النسوة في إنتاجهن الحرفي وإنتاجهن المحلي من أجل أن تكون منتجاتهن معترف بها، ليس فقط في إقليم تجارة بل أيضا إن شاء الله على صعيد الوطني. أقدم شكري أيضا للمسؤول السيد داود الذي أتيحت لي الفرصة لمقابلته، وأشكر أيضا السيدة التي تحدثت قبل قليل وهي ممثلة التعاونية، وأشكر جميع الأشخاص الذين عملوا من أجل نجاح هذا اليوم. وخلال تواجدي في قرية دقوم قمنا بزيارة العديد من الأشياء المتنوعة، وفي إطار برامج التنمية سنقوم بأشياء كثيرة، وهناك الكثير من المشاريع قيد التنفيذ بما يفيد مصالح أيضا البلاد. وكانت ذلك كلمة وزيرة المرأة والأسرة السيدة منى عثمان أدم. أجرى الوزير المنتدب المكلف باللامركزية السيدة قاسم هارون اليوم في مكتبه محادثات مع منسق الوكالة التركية للتنمية المعروفة باسم جيكا السيد كتلان يوسل. وفي مستهل اللقاء رحب الوزير قاسم هارون علي بالمنسق التركي متعهدا بتعزيز الشراكة التنموية القائمة بين جيبوتي والوكالة التركية، مؤكدا في هذا السدد على رقبة الحكومة الجيبوتية في الارتقاء بهذا التعاون ورفع سقف التعاون بين البلدين. من جهته هنأ المنسق التركي الوزير قاسم لتعيينه وزيرا منتدبا مكلفا باللامركزية، ومشيدا في وقت ذاته بالعلاقات المتميزة القائمة بين جيبوتي وتركيا. احتضن مقر معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي اليوم اجتماعا هاما جمع كوادر من وزارة الخارجية والوفد الفرنسي الذي يقوم بزيارة عمل في جيبوتي. ويضم الوفد الفرنسي حوالي 15 شخص من كبار المسؤولين والخبراء في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال البيئي والطاقة والزراعة والثقافة والشباب والتعليم العالي والتطوير الاقتصادي. وشارك في هذا الاجتماع السفير الفرنسي بجيبوتي السيد أرنو جلوا وأقرب معاونيه. وتأتي هذه الزيارة للوفد الفرنسي استعدادا لزيارة رئيس منطقة باكا الذي سيزور جيبوتي بدعوة من رئيس الدبلوماسية الجيبوتية العام المقبل. وناقش الجانبان جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في مجال الطاقة والسياحة والتعليم العالي والبحث. ويهدف هذا الاجتماع إلى تسليط الضوء خلال عدد هام من الملفات، ولا سيما في مجال ذات صلة بالبيئة والطاقة والزراعة والسياحة والثقافة. وفي كلمة للسفير الفرنسي في جيبوتي أشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي عقب إبرام اتفاقية بين الجانبين لتعزيز التعاون القائم بين جيبوتي وفرنسا، مشيدا بحسن العلاقات القائمة بين جيبوتي وفرنسا. نتابع كلمته. Et puis un travail d'horloger, parce qu'il va falloir entrer dans le détail. Tout ne sera pas possible tout de suite, mais il est très important que nous puissions politiquement, techniquement, avancer sur des projets extrêmement concrets, valorisables.
أمين عام وزارة الخارجية بالإنابة أشار إلى أن هذا الاجتماع سلط ضوء على التعاون المتميز القائم بين جيبوتي وفرنسا. نتابع. إنها لفرحة كبيرة لي أن أستقبلكم هنا في مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. إن الحكومة الجيبوتية تشيد بهذا التعاون الذي مكن من إبرام اتفاق يتعلق بالتعاون الدولي والإقليمي بين بلدينا خلال زيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي السيد محمود علي يوسف إلى فرنسا مع نذيره السيد جون إيف لودريون في 12 من فبراير عام 2021. وفي هذا الإطار نلتقي اليوم هنا بهدف تسليط الضوء خلال زيارتكم على عدد هام من الملفات، ولا سيما في المجالات ذات الصلة بالبيئة والطاقة والزراعة والسياحة والثقافة والشباب والتعليم العالي والبحث وغيرها. أعبر عن تمنياتي في أن ترقى نتائج مناقشاتنا إلى مستوى طموحات السلطات بلدينا، والتي تولي اهتماما بالغا فيما يتصل بالتوطيد العلاقات الثنائية التاريخية والاستراتيجية القائمة بين جيبوتي وباريس. وفي سياق متصل، أجرت عمدة مدينة جيبوتي السيدة فاطمة عوال عثمان محادثات بناءة مع الوفد الفرنسي الذي يقوم بزيارة عمل إلى جيبوتي. وفي مستهل اللقاء رحبت عمدة مدينة جيبوتي بالوفد الفرنسي في جيبوتي متمنية بطيب اللقاء، وتباحثت مع الوفد الفرنسي أوجه التعاون والعلاقات المتميزة القائمة بين جيبوتي وفرنسا. من جهته قدم الوفد الفرنسي الشكر والعرفان لعمدة مدينة جيبوتي السيدة فاطمة عوال عثمان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. قام الوفد الفرنسي من إقليم ألب كود الفرنسي بزيارة تفقدية إلى مقر الدفاع المدني بجيبوتي العاصمة، وحظي الوفد باستقبال حار وحفاوة بالغة من قبل مدير عام الدفاع المدني العقيد محمود موسى محمود. واستعرض العقيد محمود موسى محمود خلال الزيارة مهام ومعدات وآليات التي يتمتع بها أو تتمتع بها مؤسسة الدفاع المدني. كما تباحث الجانبان أوجه التعاون القائم بين جيبوتي وفرنسا، ولا سيما في مجال الدفاع المدني وسبل الكفيلة لتعزيزها إلى آفاق أوسع وأرحب. وعقب المحادثات قام الوفد الفرنسي برفقة السفير الفرنسي بجولة ميدانية إلى مختلف المرافق مؤسسة الدفاع المدني. هذا واطلع الوفد الفرنسي على المعدات والآليات التابعة لمؤسسة الدفاع المدني. هذا وتلقى الوفد الفرنسي إيطاحات مفصلة حول المهام الجسيمة التي تقع على عاتق الدفاع المدني خلال مهمته. وفي الختام قام الوفد الفرنسي قدم الوفد الفرنسي وافر الشكر والعرفان لإدارة الدفاع المدني على حسن استقبالي وكرم الضيافة. هذا وقدم مدير عام الدفاع المدني عرضا مفصلا حول مهام رجال الدفاع المدني. في إطار استراتيجية الوطنية الرامية لتسريع وتيرة التلقيح ضد جائحة كورونا المستجد، أطلق مستوصف أرحبة
مناسبة أو مناسبة حملة التلقيح واسعة النطاق، وترأس وقع إطلاق الحملة المستشارة الفنية لوزير الصحة السيدة فاطمة محمد كامل، وبمشاركة رئيس الأطباء مستوصف أرحبة الدكتور علي محمد عدو، بالإضافة إلى أعيان وجهاء أرحبة ومدعوين آخرين. وتأتي هذه الخطوة في مسعى للحد من الوباء الفتاك، والذي لا يزال يشكل خطرا كبيرا على حياة السكان، لا سيما المصابين بالأمراض المزمنة والمسنين، وذلك بهدف إعادة الحياة إلى طبيعتها. ووفقا للخبراء يعد التلقيح إلى جانب تدابير الحاجز وارتداء الأقنعة الوسيلة الأكثر أمانا وفعالية للوقاية من فيروس كورونا المستجدة كوفيد-19. وفي مداخلة للمستشارة الفنية للوزير السيدة فاطمة محمد كامل، حثت في مستهلها أهالي حي أرحبة على تلقي لقاح كوفيد-19 لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد. نتابع. أفوت ملاكي كسكحي كسلوتهانكو أفوت ملاكي يروبي تهو أرحبا مراكات ساكونا. أتواجد اليوم هنا طبقا لتوجيهات وزير الصحة من أجل توعية الأهالي على أهمية تطبيق الإجراءات الصحية. هناك مبادرات نفذت من أجل تقريب الخدمات الطبية للأهالي القاطنين في الأحياء خاصة في حي أرحبة، وهناك أيضا برامج توعوية تم بثها عبر القنوات المحلية لإذاعة والتلفزيون لتوعية المواطنين حول الإجراءات التي يجب اتخاذها واحترامها من أجل وقف انتشار الفيروس العالمي، وتوعية المواطنين حول ضرورة أخذ التلقيح. وعلى غرار الدول العالم، يتوفر أيضا في جيبوتي لقاح مضاد لفيروس كورونا، منها لقاح جونسون، وهناك أيضا لقاحات أخرى. ونحث الشعب الجيبوتي للتلقيح، كون التلقيح يعد حاليا هاما جدا لضمان عدم تعرض المواطن لكوفيد-19، وإن للقاح دورا هاما في حماية الفرد وليس له أي أضرار صحية. تتواصل حملة رش المبيدات في مختلف المناطق الداخلية الخمسة، حيث شهدت تحاطرة إقليم دخل عملية واسعة النطاق لرش المبيدات. ويتمثل الهدف من هذه الحملة واسعة النطاق في الحد من انتشار البعوض العامل الرئيسي في الانتقال للملاريا، والعمل في نفس الوقت على القضاء على الدباب والحشرات المسؤولة عن الإسهال مع تدمير مواقع تكاثرها. ما من شأن هذه الحملة التي دابت وزارة على تنفيذها مثل هذا الوقت من كل عام. وعبر هذه الحملات يهدف المعهد الوطني للصحة العامة إلى توفير الحلول المناسبة للسكان فيما يتعلق بالنظافة والحد من الآثار والعواقب الوخيمة التي يمكن أن تحدثها الأوبئة المحتملة. ويشار إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار سعي وزارة الصحة من أجل تهيئة الظروف الصحية المناسبة لأهالي المناطق الداخلية. امتدادا لجهود الحثيث الهادفة لمكافحة التهريب المخدرات، قامت عناصر الدرك الوطني بعمليات التفتيش واسعة النطاق. وفي قطون هذه العملية تمكن عناصر الدرك الوطني من إلقاء القبض على كمية كبيرة من الحشيشة تقدر قيمتها أكثر من 3 ملايين فرنك جيبوتي. هذا وسيمثل المتورطون في هذه القضية أمام العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وتجدر الإشارة إلى أن عناصر القوات الدرك الوطني يسعون ليلا ونهارا للحفاظ على الأمن الوطني ومكافحة المخدرات والجرائم المنظمة في ربوع البلاد. كما تمكن عناصر الدرك الوطني بإلقاء القبض على كمية كبيرة من العملات، خاصة العملة الجيبوتية والعملة الأمريكية. في إطار جهود الحثيثة التي تبذلها الشرطة الوطنية الرامية إلى مكافحة الجنح والسرقة، قام عناصر الشرطة الوطنية في حي هدن بإلقاء القبض على المتهمين بسرقة.
وقام هؤلاء المجرمون بسرقة كمية كبيرة من اللوحات الشمسية وبطاريات وكابلات نحاسية. هذا وسيمثل المتورطون في هذه القضية أمام العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وأن هذه العملية من شأنها أن تقوض الأمن والاستقرار البلاد في خاصة فيما يتعلق بالسرقة والسطو المسلح. اختتم الاتحاد الجيبوتي لتنس الطاولة تدريبات استمرت لمدة 3 أيام، وذلك في ملعب حسن جوليت. وتأتي هذه الدورات التدريبية في إطار برنامج الاتحاد الجيبوتي لتنس الطاولة، حيث استفاد من هذه الدورة التدريبية التي استمرت لمدة 3 أيام المكثفة حوالي عشرات من الفتية والفتيات. وأن هذا البرنامج مخصص للدول الإفريقية الأكثر نشاطاً في العامين الماضيين، وهو ممول أيضاً بشكل كامل من قبل الاتحاد الدولي. ويعد الاتحاد الجيبوتي لتنس الطاولة اتحاداً ديناميكياً له نقاط إيجابية خلال التقييمات الأخيرة، وأشاد المشاركون بالإنجازات التي حققها الاتحاد الوطني لتنس الطاولة في الأونة الأخيرة، حيث قدم الاتحاد أداء جيدا ولا سيما في مجال التحكيم والمشاركة في الأحداث الإقليمية والقارية. وفي الختام تم توزيع الميداليات والكؤوس للمشاركين في الدورة التدريبية التي استمرت لمدة 3 أيام. دولياً، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانوناً أو قانون خطته الضخمة للبنى التحتية التي تعد أكبر مشروعاً استثمارياً من نوعه في الولايات المتحدة منذ أكثر 50 عاماً. نتابع. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين قانون خطته الضخمة للبنية التحتية التي تعد أكبر مشروع استثماري من نوعه في الولايات المتحدة منذ أكثر من 50 عاما، وتمثل انتصارا نادرا له في ظل تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي. وتخصص خطة التي أقرها كونغرس قبل نحو 10 أيام بعد مفاوضات مدنية 1200 مليار دولار لتجديد وبناء جسور والطرق ومحطات لشحن السيارات الكهربائية وقنوات للمياه. يهدف القانون إلى خلق وظائف في أنحاء البلاد من خلال صرف مليارات دولارات لحكومات الولايات والبلديات لإصلاح الجسور والطرق المتهالكة، ومن خلال دعم وصول الملايين الأمريكيين لخدمات النطاق العريض للأنترنت. وبمناسبة التوقيع على القانون، قرر الرئيس الديمقراطي إقامة حفل الاثنين بحجم أكبر من المعتاد في حدائق البيت الأبيض الساعة 3 PM بتوقيت المحلي، 6 PM بتوقيت غرينتش. ويرغب بايدن في تسليط الضوء على المشرعين الذين عملوا على قانونه والاحتفال بنص تجاوز الانقسامات بين الحزبيين الديمقراطي والجمهوري التي تفاقمت في ولاية في دونالد ترامب. إلى هنا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية النشرة، وشكرا على حسن إصغائه والمتابعة.